بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في قناتي، أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي. لما زال ما تشتركش في قناتي من السجل غطى على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشترك، ما تنسوش تشغل الجرس إشعارات لتصل لكم فيديوهاتي أول بأول. وله بلو فيديو تاعنا تاع اليوم اللي راح يكون مختلف، اللي راني راح نوري لكم الحوايج اللي شاركت بهم في المعرض اللي راهو مقيم في دار الصناعة التقليدية، اللي هو الصالون الوطني للصناعة التقليدية الصحراوية في طبعته العشرين، اللي راني شاركت فيه بداية 25 ديسمبر 2019، ونورمالمون كان يكمل في 31 ديسمبر، ميزة دون 4 أيام، يعني راح يكمل حتى السبت، سبت نورمالمون 4 جانفي. دونك هذا هو الستون تاعي، هاي المنتجات اللي راني عرضتها، شوفوا كل شيء ما شاء الله. كان عندي هذول البوشات بالسكاي، كان حتى عندي طريزة، وكاين هذا الموتيف لي يوم صبر كملته، شوفوا كيفاه جا داير، جا علامة. وكاين عندي دي موتيف هكا صغار تاع الجيلاتين، هادو هما هنايا هما. كاين هذا الساك أو هاد البوشات اللي جاي مع الصباط تاعها، ها هما. كاين هاد الصدر اللي راني نخدم فيه، وعندي هادو لي موتيف، هادو زوج ورقات معاهم، هادي صغيرة حبة هكا مدورة ويجو 10 معاها، وكاين هادو الزوج تاني كبار في الأصفر معاهم هاد الحبة 10 هكا، شغل يتباعو مع بعضاهم. فوالا هاو ستون تاعي، دوك نوريكم كاع المنتجات تاعي. كاين هاد لاغوب تاع شتا لباسة، كاين هادو تاع الكوزينة، القفطان اللي راكم ديجا شفتو كيفاش خدمتو معاكم، ها هما. كاين هاد الصدورة ديجا خدمتهم هنايا، هادو تاع اللوزة الوهراني بصح شغل سامبل، ما حاجة سامبل. وكاين هادو الزوج بلغوة مع لارجنتين اللي جايين تاع عروسة، جايين علامة ما شاء الله. كاين هادا تاني بلغوة راه مع خوه تاني، وكاين هادوك لي الزوج الفوق، وكاين هادو لي موتيف الصغار اللي راكم تشوفوهم هنايا تاني. فوالا شوفو، يعني مشاركة بسيطة بصح يعني مشاركة أول بداية ليا وتكون هكا، الحمد لله. فوالا هاد الصدر راني ديجا نخدم فيه تاع بلوزة وهراني، شغل هذا واحد وهو اخوه، هذا هذاك اللي شغل يتلاقاو قد عند اليد، شغل هذا فيه العرض تاعو ولا الطول تاعو من هنا لهنا فيه واحد 43 سنتيم، يعني شغل العرض الظهر حنا على بالنا بلي 40 سنتيم، مي هذا زايد 43 سنتيم، زايد 3 سنتيم، باش هذا يتلاقى مع اخوه القدام، يتلاقى مع اللول. مازال ما كملتوش كما راكم تشوفوا، دوك ندير لكم الدوره، نوري لكم يعني المعرض هذا واش فيه، مع انه هذا اليوم كيما نقولوا ماما كان اليوم يسكر، بصح دوكا ونخبلونا زادونا بلي زادونا واحد توجور. شوفوا انا راني الستون تاعي جاي في الطابق الاول، وكاين الطابق الارضي راهو ثاني فيه منتوجات ما شاء الله. كاين حدايا محل تيكا للخياطه ثاني علامه ما شاء الله، خياطات ما شاء الله. فوالا شوفوا كل المعروضات الله يبارك، حوايج كانت تقليديه وكان خياطات وكاع، درنا لكم من تحت شوفوا كيفاش داير. كل شيء الله يبارك، سامحوني انا ماما من نهار الاول نصور لكم وكاع، بصح الهيت مع الغاشي مع كل شيء، مع كان الوالي جانا في الافتتاح الرسمي، مي سبعة هو هذا شوفوا. فوالا كاين منتوجات ما شاء الله، يعني علامة. فوالا هادي زربية تاع تمرست، فوالا نزيد نوريكم هاد لوكوتي، واني ديجا كنت نحط في ستوري تاعي تاع الانستغرام تقريبا يوميا، واحد اليومين ولا ثلاثة اللي حبست ما درتش، بصح كنت يوميا نحط يعني نوري كاع المنتوجات اللي كاينين. هو ديجا الموندور تاعو شتو، نورمالمون كيما قلت لكم يكمل لو 31 ديسمبر 2017، بصح 2019، صح زادونا يومين. كي تطلعوا الفوق هاو الستون تاعي، هاو باين به الضواوي كاع، مازال ما خدمتش البندرول تاعي اللي فيه اسمي مود جهاد، بصح ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت حنخدمو، يعني مش حنبقى توجور هنايا، يعني في كي يكمل هاد ليكسبوزيسيون راح نروح، بصح ان شاء الله راح ندير مشروعي الخاص، وبالك نبدا من هنا من دار الصناعه التقليديه الارتيزانة تاع تمرست. ها هو الطابق الاول وهذا الطابق الارضي كما راكم تشوفوا، نزيد ندور نوري لكم الكليب اللي كاين طالع. شوفوا المنتوجات كلها، كل شيء صنع يدوي، كل شيء ما شاء الله ابداع، بصح الناس مازال ماهيش تقيم مليح مليح الصناعات اليدويه، ماذا بينا ان شاء الله الناس دي تعرف تعطي لها قيمه.
بون دوك نزيد نعاود ندور لكم يكملوا جمع على حدايا فهم يتصوروا كاع دوك نعاود نزيد نوري لكم واش كاين. فوالا نوري لكم كاع من جميع الجهات واش كاين. مرحبا بكم يعني في هاد اليومين اللي بغى يجي يشوف المعرض تاعي واش راني دايره فيه ولا بغيتو تشوفوا مرحبا بكم ثاني ممكن يعجبكم المنتجات تاعي باذن الله. فوالا كان هاد الكوتي اللي فيه صناعات كلها تقليديه ما شاء الله. ها ولا بغيتو تتصلوا بمولاه ولا بغيتو تشوفوا المنتجات تاعهم فريمون روعه 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 ما شاء الله. شوف الله يبارك حوايج ما شاء الله حوايج تقليديه اللي يبغي القعدات التقليديه ولا الديكور التقليدي يجي هنايا كلشي هايل ما شاء الله. فوالا كما قلت لكم نورمالمون المعرض يسكر اليوم على بها كاين بزاف لي ستون اللي راهم فارغين سما مالهم راحوا وكاين اللي مازال راهم هنايا. فوالا كيما هاد ستون فارغون مالي راحوا كاين هادو تاني للفوق خاصك قعد واحد دو ستون ولا لي فيهم. هذا هو انا رجعنا للستون تاعي اللي هو هذا. اذا الى هنا ينتهي الفيديو تاعنا لنهار اليوم. نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتكونوا ديتوا في افكار يعني على كيفاش المعارض والحوايج اللي تحطوا صوت الحوايج تاع التقليديه. ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتبارطاجيو هذا لي فيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتبارطاجيو لي فيديو تاعي مع اصدقائكم احبائكم في شبكات التواصل الاجتماعي. لاي استفسار ولا تعليق اكتبوا لي في خانه التعليقات. مرحبا بجميع تعليقاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء. تشاو تشاو مع السلامه.